السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب من قناة في اندي جيمز، واليوم أتيت لكم بفيديو جديد. وفي هذه الحلقة وهذه الحلقة الثامنة من سلسلة تختيم لعبة هيتمان بلاد ماني، فهيا لنبدأ. حسنا، هذه هي المهمة الثامنة، ديت اون دي ميسيسيبي، وتعني القتل على الميسيسيبي. أعتقد أن الميسيسيبي هو اسم النهر. من هذا؟ إنه الظرف. ما الذي يوجد فيه يا ترى؟ حسنا، لن نكتشف ذلك. حسنا، هذه هي المهمة، علينا التخلص من قبطان السفينة، كذلك من ستة حراس السفينة، ونأخذ الظرف أو صورة من الخزنة الموجودة في غرفة القبطان، ثم نغادر بواسطة القارب. أوكي، سنأخذ سلاحنا المعتاد والرائع، وهو السلاح كاتم بكاتم الصوت، انه لا يصدق. هذا هو القفطان، انه يرضع اصبعه وكأنه طفل صغير، ام ان امه لم ترضعه عندما كان صغيرا. حسنا، هذا هو اول حارس. مرحبا، وداعا. وتخلصنا من اول حارس، لكن انتبهوا لكي لا يراكم اي حارس اخر يا اصدقاء، بالطبع، لان اذا رأكم اي شخص فسوف يهاجمونكم. حسنا، سنقوم الان بالتفريق بين هذين، هذا الحارس وزوجته. ايوه، نعم. لقد اكتشفوا الحارس، جثة الحارس، لقد اكتشفوا جثة الحارس والقفزة. ايوه، رائع، قفزة رائعة. حسنا، كان هنا حارس يحرس هذا الباب لكنه دخل، هذا جيد. سنصعد الان الى الفوق، هنا يوجد حارس ثاني، علينا التخلص منه. تعال أنت أيضا، سوف نلقي به من السفينة. وهذا هو ثاني حارس ألقينا به من السفينة. يا رب يا رب. حسنا، اتبعني اتبعني، تعال يا صديقي تعال. أيوه، وهذا هو الحارس الثالث. حسنا، في هذه اللحظة سوف يأتي شخص ما، ونحن سنختبئ هنا وسنتأكد. نعم، ها هو قادم، انظر إليه. هذا الشخص ليس من الضروري التخلص منه، لكن سوف يكون مصدر إزعاج لنا. لهذا تعال إلى هنا، تعال إلى هنا. كما قلت، هذا الشخص ليس من الضروري التخلص منه، لكن سيكون مصدر إزعاج لنا. لهذا سوف أجعله ينام هنا قليلا، أنا لن أقتله، لكن هذا هو الشخص الذي أريده. أيوه، تعال أنت أيضا. هذا هو الحارس الرابع. اي، لقد القينا به من السفينة كذلك. واو، وهذا هو القبطان، لقد رأيته، انظروا. هو القبطان. لقد ضرب ذلك الحارس من الخلف، قلت لكم انه لازال طفلا. حسنا، لقد ذهب ذلك الحارس، الان سوف يشكل لنا مصدر إزعاج هذا الحارس كذلك. لهذا سوف أبعده من هذا المكان، تعال إلي. وكذلك هذا أيضا، لن أتخلص منه، لكن سوف أنومه هنا قليلا. أيوة، تعال 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 تعال، هكذا. ضربة في الرأس ثم سوف ينام. سنفتح القفل هذه الغرفة، وهذه هي الخزنة، سوف نقوم بأخذ هذا الظرف.
أجل، ظرف أو صورة. حسنا، يمكنكم أخذه في الآخر أو يمكنكم أخذه الآن. حسنا، سنفتح هذا الباب لنتأكد من عدم وجود أي أحد. أيوه، ونتسلل هكذا. وهذا هو حارس آخر، علينا أيضا الإمساك به، علينا أن نتخلص منه. ها هو سوف يقوم بالوقوف خلف الباب. وسنتخلص منه. هذا الحارس كنت سوف أتخلص منه في الحمام، القضاء عليه في الحمام، لكن والله أحب إلقاءه من السفينة، لهذا سوف ألقي بهذا الحارس كذلك من هذه الشرفة. أيوه، رغم أنها صغيرة لكن كافية، سوف قتلناه. والله أحببت أن ألقي بهم من السفينة يا أصدقاء. هذا أكثر متعة. وهذا هو القبطان، إنه يمشي مثل القرد. يا ترى ما الذي يفعله؟ حسنا، هذا لا يهمنا. انتبه كي لا يرانا يا مستر فورسفين. ايوه، تعال الي ايها السمين، تعال. واخيرا امسكنا بالقبطان. ساقفل هذا الباب لكي لا يخرج ذلك الحارس ثم يرانا. نعم. تعال، هيا سوف القي به من السفينة كذلك. ايوه، حسنا لقد وصلنا. هيا، اتمنى ان تجيد الطيران او على الاقل السباحة. حسنا، سنغادر هذه السفينة واتمنى ان لا يرانا اي احد. اوكي، لكن نسيت، بقي لنا حارس واحد وهو لا ينتظره. علينا أن نكون منتبهين كي لا يرانا أي حارس، لأن ذلك الحارس يقف هنا أمام هذا الباب. واو، ما الذي يفعل؟ انظر إلى القبطان. أيوه، قفزة رائعة. انظروا إلى القبطان، اعتقدت أنه في قاع البحر. يا إلهي. حسنا، بقي لنا حارس واحد هو موجود في تلك الغرفة، وهو الذي كان يتعانق مع زوجته. حسنا، سننتظره هنا. نحن هنا، أنا لست في عجلة من أمري. سأنتظر حتى يأتي. واو، الحراسة هنا مشددة. لكن تخلصت من 6 أشخاص هنا بدون أن يراني أي حارس. أيوة، لقد أتى الشخص المطلوب. والحارس قادم إلينا. أيوة، وداعا. وتخلصنا من الآخر حارس، تخلصنا من آخر حارس. الآن سوف نغادر هذه السفينة عبر القارب. أيوة، انظروا إلى الحراسة هنا، إنها مشددة، في كل مكان يوجد حارس. حسنا، سندخل من هذا المكان. هذه المنطقة محظورة علينا، لكن علينا أن نسرع فقط في الخروج. ابتعد يا حارس، لا تلحق بي. ايوه، لقد وصلنا. حسنا، ما هذا؟
حسنا هذا لا يهم، سألقي به من السفينة. انتظروا، كدت أن ألقي به من السفينة لكنه ذاب. حسنا يا أصدقاء، هذا كل شيء. أعتقد بقي لنا فقط المغادرة. نضغط على، أنت لا تريدني أن ألقي بك من السفينة ها؟ حسنا لا يهم، سأتركه يعيش. أوكي يا أصدقاء، أخيرا وأخيرا أنجزنا المهمة بنجاح وبصعوبة كذلك، وكانت طويلة جدا. فأتمنى أن يعجبكم الفيديو، فإن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا لايك والاشتراك في القناة. كان معكم أيوب من قناة في إندي جيمز، إلى اللقاء.